कैसी उलझने हैं कैसी छाई बेबसी ख्वाब सारे टूटे टूटे रूठी है खुशी किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको ऐसा हम दम दिया आंखों को जिसने नम दिया ये दिल दर्दों से है भरा किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको नम दिया आँखों को जिसने नम दिया रब्बा रस्ता कोई दिखा انت على مين عم تتمسخه جاي على بالي ست مصاريك بنص وشك ايه شو صار لكم ليش عم تكبروا القصص على كل حال المصاري رح ترجع وهالقصة رح تنحل بعدين ما رح تنحل بعدين لازم نرجعهم فورا ايه يلا علي صوتك اكثر وخلي الكل يسمع شو عم بيصير بتضلك بهدينا هيك اللي بلشتي كل يوم والتاني بتعلقي فينا واضح كثير منيح مين اللي عم يعمل مشاكل ما في داعي تمثلي علي عمتي خدي اشربي مي ما بدي اشرب مي ولا شيء بكرة لازم تعملي أكلة حلو هي عادة عنا ليش؟ مشان تتعودي على شغل البيت على فكرة أمك كتير وترتني قال لازم أعمل أكلة حلو بكرة وليش بقى لحتى تتوتري؟ رح نقعد كلياتنا وناكل مع بعض وبعدها رح نعرف إذا كنتي بتعرفي تطبخي ولا لا لا أنت شو رأيك؟ ليكون ما بعرف أطبخ شو فيني أقول؟ لهلأ ما دقت ولا أكل من تحت إيديكي لحتى أحكم طبعاً أنت وأهلك بدكن ياني بل الشغل بالمطبخ من تاني يوم بعد الزواج ولا همكن أني لساتني عروس خلاص ما بدك لهالقد واضحة النوايا من الأول بس أنا عم أتجنب المشاكل ماشي انسي هلأ إلك عندي مفاجأة شو؟ أخذت كم يوم إجازة رح نروح على الريف الشمالي بشهر عسلنا عن جد؟ بس فكرت إنه بدنا نروح على دبي بشهر العسل رح أخذك لهنيك كمان بس بعد ما دفعت هالمصاري على العرس ما ضل معي شي كفي خلينا نروح على الريف الشمالي هلأ ماشي؟ لا تقول هيك رح زور كل الأسواق واشتري كل شي بحلم فيه وأقضي أحلى أيام بحياتي إيه طيب اتفقنا عن جد رح تاخدني؟ إيه طبعاً رح نروح أنا وياكي بعد بكرة من الصبح بكير بعد ما تعملي الحلو بكرة ماشي؟ ياسر بترجاك حاكية لأمك إلا تخلي أكلة الحلو بعد ما نجي من السفر لأنه كمان عندي ضب غراض كتير هلأ أكيد لا ما بدي ضايق ماما وتنكد علينا قبل ما نروح على مشوارنا وما بتطولي قديش بدك ورح ساعدك بضبه بدنا ساعة وبس أنت كتير بتخاف من أمك ماشي وبخاف منك كمان عن جد ياسر خايف مني؟ احكي لي ليش؟ ما عم حس بهالشي من تصرفاتك أنا محاصر من كل الجهات لازم تخفوا علي شوي ايه ماشي وهلأ رح أحجز بطاقاتنا يا سلام انتي بس طلعي الشناتي لساعدك خلينا نضب أغراضنا على بكير ماشي أنا حكيت مع أليش بقى مشان تعمل الحلو بكرة وكنت عم فكر إذا منتهى بتعمل معه مع منتهى؟ بتعرفي هاي مصاريف بلا طعم أختي وكمان يعني منتهى بلشت بشغل البيت من اليوم إيه بس فكرت إنه هي ممكن تزعل لما نعمل هيك مناسبة كبيرة لأخت والتانية ما نعمل لها لا تاكل هم أختي لأنه منتهى بنت عاقلة وواعية كمان هي ما رح تفكر بهالطريقة بنوب على كل حال هاد قرار زوجي ولازم تجو حتى إذا ما بدك أنتي لازم منتهى تشارك بهالمناسبة ماشي أختي مثل ما بدك نيح شو أنتي ارتحتي هلأ؟ لازم روح عندي شوية شغل لا خليكي رح جيب شاي ومشرب لا لا ما في بيناتنا هالرسميات خليكي قاعدة بشوفكم شو بكرهها لهالمرة؟
ما بعرف بشو كانوا عم يفكروا هدول الاثنين لما خططوا ليعملوا عادة الخير والحلو للعرس. أليش بابا بتضل بالبيت فيها تعمل كل شيء، بس انتي في عندك شغل. خليهم يحلوا مشاكلهم لحالهم وما يدخلونا فيها. مو مشكلة مرت عمي، متعودة على هالشغلات، وهذا سبب ليقعدوا الكل مع بعضهم، رح ننبسط. ايه رح نتسلى، معك حق. قلي لي بنتي حضرتي شيء؟ ايه بس هلأ بلشت أطبخ الرز. ايه والأكل صار جاهز، فيكي تشوفي. رح شوف، مبين ظريف من منظره، رح نعرف بعد ما ندوقه إذا طيب. أنا شاطرة فيه، أبي بيحبه كتير، بيقلي الأكل يلي بعمله طيب كتير. بس كل إنسان عنده ذوق ومعايير خاصة بهاي الشغلات، بتعرفي منيح بنتي. مو ضروري إذا شي أكل حبوها عندكن رح يحبوها بالبيت هون. بس أنا عملتهم برواق ومتأكدة رح يعجبكم. إيه أنت مبين عليك طباخة شاطرة. ماشي روحي هلأ وجهزي حالك، أهلك قربوا إنه يوصلوا، وأنا رح روح غير تعبي كمان. لحقيني لا تتأخري. ألو شو صار أليشبا؟ خير أليشبا؟ أختي منتهى بظن ما عملت الأكلة على أصولها، تعالي شوفيها. بده سكر، كنت قلك لازم تتعلمي الطبخ. هلأ أنت عم تتمسخري علي؟ لا تصرخي، شو عملتي بهي الجاجة؟ عملت جاج كراهي فيها. شوفي الزيت. هلأ كمان بهي بدك طالعي لي مشكلة؟ ما عم طلع لك مشاكل أختي، عم قلك لازم تتعلمي الطبخ مثل ما تعلمت. أنا كنت عم أدرس. وأنا درست كمان، بس متعلمة كيف أطبخ. بس أنت حالة خاصة منتهى، أنا ما فيني يكون مثلك. أنا إمتى قلت هيك أختي؟ لازم تكبري عقلك أليشبا. هلأ بعدي رح زبط لك ياهن، كل اللي بدي اياه منك تساعدني. ايه يلا تعي. ايه ما كان في داعي تغلبوا حالكم بشي، جايتكم بتكفي بالنسبة لنا. أخي سرمد، هاي أول مناسبة عنا وأول زيارة، شو منجي ويدنا فاضية؟ نحن عنا عادات غريبة يا أخي، ونسواننا بيحبوا يفرحوا بولادهم، ما فينا نقول لهم شي. ولا يهمك، المهم اجتمعنا سوا، وكتير مبسوط انه صح لنا نجتمع ونحتفل بالولاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيفك بنتي؟ شو ليش طولتوا لحتى جهزتوا واجيتوا؟ لا 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 ما طولنا، لانه كنا عم نلبس، ضب الغراض اخذ شويه وقت. الغراض؟ خبرون. ايه امي، ليكو نحن رايحين على إسلام أباد بكرة، ومن هنيك رايحين على موري أسبوع. طيب وعملت هالخطة لحالك بدون حتى ما تستشير أهلك بخصوص هالرحلة؟ ايه بصراحة أمي القصة صارت فجأة، لأنه توفى على إجازتي مبارح، لهيك ما صح لي فرصة لحتى أخبركم. خير، بس قلي من كم ساعة رجعت من المكتب على البيت؟ مشان أليشبا خليت هاي الرحلة مفاجأة، قلت لأليشبا مبارح. مو صح حبيبتي؟ ايه كيف لكان؟ امتى طيارتكن ابني؟ بكره على 12. ايه تمام لكان، لسه في وقت. خلونا نتعشى يلا. يلا تفضل. بشو عم تفكري اختي؟ بعدي خليني طالع الجاج، بعدي شوي. أنا كان لازم سممهم. شو عم تقولي؟ أنت جنيتي أليشبا؟ ما شفتي ردة فعل أمه لياسر؟ نحن قلنا رايحين شهر عسل وهي ما بعرف شو صار لها. هي حماتك كان لازم تاخدي إذنها. هذا اللي صار أختي، لو خيرتها قبل كانت رح تنزعلي كل الخطة. شو هالطريقة هي بالحكي؟ ما تنسي هي أمه لزوجك. إيه بعرف. أنا رح أحكي معك بهذا الموضوع بعدين. طالعي المرأة، الرز تبع البرياني صار بارد وفينا نقدمه. ما رح تلاقي عيوب بالرز ولا عاجبك. ليش أنا شو حكيت حبيبتي، كل شي منيح، برافو عليكي. اسمعي إذا قالوا لك شي اسمعي بهدوء، لا تجادلي حدا لو سمحتي، جيبي الرز. لا تعملي لي محاضرة، بعرف كتير منيح كيف اتعامل مع بيت حماي. ماشي جيبيهن وتعي يلا. جاي. ثانية اختي استني شوي، يلا تعالي جيبي الحلو. والله
والله طيب هالبرياني، مين طبخه؟ منتهى طبخته. ايه عن جد كتير طيب. مو طيب كل هالقد، كتير مختلف عن الرز تبع امي. الطبخ ما عاد عليكي، لازم تنبسطي. الشغل عليهم. وهاد الجاج مين اللي عمله؟ فيني اعرف؟ ليش بعملته؟ عن جد انتي؟ هاد اذا حطيتي عدس فيه ممكن يصير شوربة على كتر المرقة اللي فيه. ليك شو عم تقولي؟ ما بيصير، هاي اول تجربة لهم بالطبخ وعادي يكون في اخطاء. الحقيقة أليشبا كانت عم تدرس وما كان عندها وقت لعلمها، كانت مركزة على دروسها أكتر شي. أختي التعليم ما بيمنعك من تعليمها شغل البيت. خلصنا بقى، هي ببيتك هلأ، ما بيصير هيك. أخي أعطيني هالحلو من عندك. أكيد، تفضل دوق. ومين عملون هدول؟ كمان منتهى. منتهى؟ وهدول؟ هدول أليشبا. طيبين كتير، وخاصة الحلو عجبني. برافو، كتير طيبين. حطلنا لنا كمان. ايه تكرم عينك، تفضل. اخي دوق الحلو تبع أليشبا كمان، عم تستنى لتعرف رأيك. عطيني هالصحن من عندك. طيب عن جد بجنن يا جماعة، برافو عليكي. هاتوا خلونا ندوق. كيف عاملتي؟ ما قالوا أي طعمة. ما عجبني. أنا حبيت الحلو. كتير طيبين يا بنتي. مو طيب. أحياناً بتصير واحد ينسى يحط سكر، بسيطة عادي. شفتي؟ ما حدا حب الحلو تبع أليشبا. حبيته. لازم تتعلم تشتغل، ما ترد. وبالعيال اللي مثل عائلتنا البنت أقل شي لازم تتعلم كيف تطبخ. وشفتها عن جد بينت حماتها متضايقة كتير. إيه ليش حتى ما تتضايق؟ لازم يخبرون بعدين يقرروا، ما كان لازم يخبروهم بهاي الطريقة إنهم رايحين شهر عسل. هي مانا ناضجة. بس شوف منتهى، هي بتشتغل شغل البيت من كل قلبها، وشفت كانوا عم يمدحوها اليوم. لما تجي على البيت انتي اشرحي لها. خلص فات الاوان. منتهى عايشه معها بنفس البيت، خليها هي اللي تعلمها. شو عم تقول انت؟ واحده من كل مليون بنت بتتعلم شغل البيت بعد الزواج، وهذا بس اذا بيت الاحمه مناح، والا رح يخلوا حياتها كلها مشاكل وازعاجات كل الوقت. انا كنت احكي لوعيها وانت تقلي لساتها صغيره، اتركيها معها، معها بتتعلم على مهلها، وبالاخير ما تعلمت شيء. إذا أنت متوترة كل هالقد معناتها أنا كيف وضعي؟ رح تتعلم ما تاكلي همها أبداً. معك حق بتتعلم، بس إمتى؟ بعد ما يتضايق ويصير مشاكل. الحمد لله أنه زوجها منيح وداير باله عليها. إيه مزبوط، ياسر عم يخليها مبسوطة. لك وين الشاي؟ يلا تكرم. كأنه في ريحة غاز. إيه شكله غلى البريق. وينهم ما فاقوا؟ لا ما بتفيق بكير. على مهلهم هيك رح يتأخروا. الحمد لله وأخيرا طلعتوا من الغرفة. مو في عندك طيارة اليوم؟ بعرف بابا، التاكسي صارت برا، يلا رايحين بالإذن. تاكسي؟ كان أيان بيوصلكم على المطار. عمتي أيان مشغول لساته عريس، بعدين هو ما عنده وقت لقلنا. إيه ليش ليروح أيان يوصلون؟ يطلبوا تاكسي أحسن، ليش ليتعذب يروح ويرجع؟ معك حق. وكم يوم رح تبقوا؟ أمي أخذت إجازة 8 أيام من الشغل. مو كان أحسن لو رحت بإجازة العرس؟
بس أنت قضيت هاي الأيام كلها بالمشاوير والسوق. بلاه النكد، وادعي الأولاد وخليهم يتيسروا. ليش أنا شو قلت؟ شو ما رحتي؟ ضليت لودعكم وبعدين رايحة على المكتب. انتبهوا على حالكم وانبسطوا. ماما عم تتصل مشان نتودعك. ما قدرت رد عليها، كنت مشغولة، برجع بدق. دقيلة على الطريق. ما تاكلي هم، رح خليها تحاكيها، بدنا نمشي رح نتأخر. يلا سلام. مع السلامة. يلا تعالي. باي. خاطر الله معكم بنتي. وأنا بالإذن إن شاء الله بشوفكم بس أرجع. سلام. يعني ما كان في أي مشكلة لو آيان وصلن ووفر شوي. وليش يوصلون آيان؟ شو هالهم؟ خلصنا بقى، بيروحوا بتاكسي أحسن. آيان ليش كركبت الغرفة كلها؟ الصبح تركتها نظيفة. شو يعني؟ هدول أغراضي ومتعود زدتهم، شو هي مشكلتك؟ بس أيان، الواحد المفروض يرتب أغراضه مشان منظر غرفته. يعني شوف، الغرفة مكركبة، ما في مكان للواحد يقعد. فيني أفهم شو قصدك؟ يعني أنا عملت هالشي عن قصد؟ شو ما في مكان لتقعدي؟ شوفي، قعدي وين ما بدك. لا أنا مو قصدي هيك، بس بتكون حياتك منظمة أكتر لما ترتب الأغراض فيك. ماشي ماشي، بعرف إنك مسؤولة كتير، بلا نصايحك ما بدي اسمع منك شي. اسمعي لك، خدي لك شي قميصين وكوي لي اياهم قبل ما تروحي على المكتب. مو هي مسؤولياتي؟ التزمي فيها واسكتي. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رأيك تصيري تحاولي تفيقي بكير الصبح وتساعديني بعمل الفطور؟ فقت بس كنت عم اكوي قمصان أيان فتأخرت شوي. معناها كان لازم تفيقي أبكر. تركيهم خلص أنا بساويهم. ايه تعالي ساويهم، أنا رح روح فيق مانو. إذا ما فيقتك اليوم ما رح تفيقي لحالة أبدا. هي لساتها صغيرة ورح تتغير بس تكبر. لا القصة مو هيك، انت عم تدافعي عنها. لا مرت عمي انا ما قصدت هيك. بعرف شو قصدك، ما في داعي تشرحي لي شي، كملي. رح ساوي هدول القمصان بعدين. شو مشكلتك؟ ليش عم بتضوجي من الصباح؟ أنا كنت عم رجع القمصان على محلهم. إيه وشو كان بيصير لو تركتيهم برا؟ هي نزعتي لي نومتي، روحي على مكتبك، سكري الباب وروحي يلا. طيب. آسفة. شو لسه ما فاق؟ لساته نايم؟ رح يفيق، على شو مستعجل؟ بيكون مطول بالسهرة لهيك لساته نايم. انتي نزعتيه، ما كان هيك لولا دلالك الزايد لألو. تفضل. ليش قلي شو عملت؟ كل الشباب يلي بيعمروا شاطرين وبيدرسوا وبيشتغلوا، وهو لسه قاعد بوشنا مثل النسوان. بس هو عم يحاول يغير وضعه. رح يتغير لما بيطلع برات البيت ومو هو نايم على التخت. لازم يلاقي شغل على الأقل. لا بيكره يشتغل وبيحب يضل مريح حاله. كوت لي القميص البشع، ما بدي البسها. اللي بدي اياه ما كوته.
أي بنت بتحب تروح لعند أهلها مع زوجها ليوصلها ويقعد عند أهلها شوي، فهمت؟ بتوصلها من تمساكت. عم تعملوا لي مشكلة كبيرة. مشكلة؟ يعني إنه مرتك مصيبة؟ شوفي أمي، أنا طلبت من مرتي إن تكوي لي تيابي. شوفي، ما كويت لي ولا قميص، شو بدي ألبس أنا؟ شوفي، إجت متأخرة على المطبخ الصبح، ولما قلت لها ليش تأخرتي قالت لي كنت فوق عم جيب قمصان أيان حتى أكويهم. عن جد؟ ما فيك تخلص شغلاتك لحالك؟ شو بصير؟ هاي مرتي بابا، ومسؤوليتها تدير بال علي. مرتك؟ بأي كتاب مكتوب إنه مسؤولية الزوجة شغل البيت وتهتم بزوجها؟ على الأقل عمل شغلاتك لحالك. بس أمي بتدير بال عليك. هاد لأني بشتغل برات البيت للساعة 11 بالليل أحياناً، ما بيصح لي وقت لأعمل شي بس أرجع لهون، مو مثل حضرتك قاعد هون ولا شغلي ولا عملي ما بيضرك تشتغل. شو صار؟ ليش عصبت هيك؟ طول بالك. ما بيعمل شي وبيضل بالبيت وجاي يحكي معي، شو هالغبي؟ فوق مانو كسلان جاي يقلي أمي عم تدير بال عليك. بابا، لحكي المسخرة أنا ما بحب أسمعه أبداً. لكن شو قلك أستاذ عيان؟ مو أنت هيك يا روحي؟ تعرف أني مو قاعد هون بإرادتي. صح، مو بإرادتك، روح لاقي شغل مشان نسكت. حاولت وعملت أكتر من مقابلة وعبيت استمارات وناطر يردوا لي خبر. ابني، هاد يلي عم قوله حابب تنطر لحتى يردوا لك خبر؟ تعال اشتغل بالمحل لوقتها، مو هيك أحسن لك؟ بالمحل؟ شو المشكلة بالمحل؟ مو أبوك بيروح لهنيك؟ إذا ما لقيت شي وما ردوا لي خبر بوقتها رح روح المحل. ليك أنا قصدي هلأ مفروض تساعد مرتك وتشاركها بشغل البيت، هي بتشتغل بالبيت وبرات البيت كمان، خاف فيها من الله يا ابني. ما بعرف وين الإنجاز، في كتير بنات مثلها بيزبطوا أمور بيتهم وبيشتغلوا برا البيت. ايه معك حق، مثل بنتك صح؟ هي قاعدة بالبيت بعد ما درسي. ايه انت مالك شغلة إلا تحكي على أولادي وتنتقدهم. أنا قايم روح على الشغل، انتي انزعي ولادك على راحتك. شو في داعي تحكي بهالوقت؟ بسببك سمعت كل هزة هالبدن. منيح انه راح، بيضل يضايقني كل الوقت. سمعت كتير حكي بيزعج اليوم بسببك. قديش انبسطنا؟ مزبوط، بس قضينا كل الوقت عم نتسوق. نحن بموري لازم نطلع مشاوير ونشوف المكان، نزور الأماكن الأثرية، مو نقضي كل الوقت بالتسوق. ايه معك حق، لازم نروح نتفتل بعد ما نروح نتعشى، شو رأيك؟ نتعشى؟ بعد كل هالمشي ما عاد عندي طاقة، عم فكر اطلب أكل يجيبولنا اياه من خدمة الغرف لناكل هون. شو صار لك ياسر؟ اجينا لهون لحتى ننبسط، مو نقعد ناكل بهي الغرفة. أليش بقى انتي هلكتيني بالتسوق من لما اجينا لهون. كنت عم قلك خلينا نطلع بس هلأ، بس خلينا نقعد هون ونرتاح بعدين نقرر سوا شو بدنا نعمل. بفهم تعبت بعد ما اشترينا شوية غراض؟ لسه في عندي قائمة كبيرة لازم اشترك مالة الغراض. هدول ما بيكفوا؟ بظن خلص حاج، لسه في شي حبيبتي؟ لسه ما اشترينا شي يا روحي. طيب ماشي، فيك تشتري غراض قد ما بدك، بس رجاء اسمعيني هلا، بدي ارتاح شوي، يعني رح ناكل هون. ماشي رح اعمل مثل ما قلت، بس اسمع ما رح ناكل بالغرفه لانه رح نمل، يلا خلينا ناكل بالمطعم. نقوم؟ ماشي استني شوي بس اقعد وارتاح كم دقيقه. ماشي. عم تبكي؟ لا ليش لا ابكي، فات شي بعيني هلا.
انت يدرى لا تعصبي حالك وترتبي. لا هي غرفتنا برتبها. رح تضل تتكركب، ما في داعي تعذبي حالك، تركي كل شي مكانه. كويت لك شوية قمصان وحطيتهم بالغزانة. بس أنا كان بدي ألبس هاد القميص الأزرق، ما كان مكوي لهيك عصبت، ما كان قصدي. معناتها أيان قلي شو بدك تلبس قبل لأكوي، مو بعد ما أخلص كوي تقلي عنه. هيك بكون ساويت اللي بدك يا كوي اللي بإيدك. بتعرفي شو؟ بما أنك عم تكوي ساويهم كلهم دفعة واحدة، هيك أحسن. شو رأيك؟ أريح لك ما؟ ماشي ماشي. درد مرے یہ آنکھوں سے بہتے ہیں چپ ہو زبان تو یہ دل سے کہتے ہیں کیسی الجھنے ہیں کیسی چھائی بے بسی خواب سارے ٹوٹے ٹوٹے روٹھی ہے خوشی شو اللي صاير معه؟ ألو السلام عليكم أمي. وعليكم السلام، وينك بنتي؟ صار لي زمان عم دق لك. أمي أنا كنت بالحمام. منتهى ما تتحممي هلأ بتمرضي، شايفة هالجو. أنا مشغولة طول النهار، بالمناسبة ما خبرتك أنا رحت اشتغلت بالمكتب. طيب تحممي قبل ما تروحي على المكتب، ليش عم تضلي لهلأ؟ ما فهمت. أو تحممي بعد ما ترجعي، أكيد عندك وقت. في عندي كتير شغل أعمله وقت أرجع على البيت. شغل شو هذا بنتي؟ لازم حضر العشاء لما أرجع. بتحضري العشاء لحالك بعد ما ترجعي؟ وشوفي يا أمي، مرت عمي بتهتم بالبيت الصبح وأنا بعد الظهر وبعمل العشاء بالليل. ليكي أمي رح حاكيكي بعدين ماشي؟ بنتي كنت عم قول صار لك زمان ما اجيتي لعنا، إمتى بدك تجي؟ رح أجي أمي ما تخافي. باي. سكرت. شو ليش سكرتي؟ حاكيها واحكي علي بظهري. شو هالحكي أيان؟ سمعتك شو قلتي. شو كنتي عم تقولي لأمك؟ إنه مشغولة كتير؟ مانك عم تفضي؟ نحن عم نعزبك بالبيت؟ ما عم تلاحقي شي؟ مين طلب منك تشتغلي؟ مين؟ ما كنت قصد شي. قولي مين طلب منك تشتغلي؟ أنا ما طلبت. أنت عم تعملي شغلك وأنت مبسوطة وعلى راحتك، إذا مو قدرانة تركي للشغل. أيان نحن تناقشنا بهذا الموضوع من قبل ما؟ نحن حكينا أنه ما بيعطلك، لكن ليش عم تعملي منه مشكلة هلأ؟ أيان قلي إمتى أنا عملت مشكلة؟ ما كنت قصدة شي بكلامي. ليك بكرة الأحد بدي تاخدني عبيت أهلي. ماني شوفيرك. أنت زوجي. زوجك على الورق. العلاقة بين اتنين بتبلش بعقد الزواج هاد أيان. اسمعي لقلك، أنا ما بدي تحمليني مسؤولياتك. بدك تروحي روحي، دقي له لأبوكي قلي له يجي وياخدك وهو بيرجعك على البيت. ويا ريت ما تعصبيني. قال بدي ياني وصلها أهل. شو أنا ماني فاضي لغيري؟ دهي لمنتهى وينها لهلا؟ رح تجي. ليش انت شاغل بالك فيها؟ مانو لازم تساعدها بالشغل ما؟
أبي ما عندي إلا يوم واحد عطلة، على القليلة بدي ارتاح فيه. عم تشتغلي كتير بقلب الأسبوع ما؟ إيه رح تشتغل، بس لما تتزوج ويصير عندها عيلة ومسؤولية. يعني هلأ رح تصير قدراني تشتغل ببيت حماها؟ ما هو المفروض تعلميها. بس لا تزودها، رح تضل تحكي قدام كنتنا حتى تنزع مو. ما رح تنتزع، هي شاطرة. بس ها ما حكيت. تفضل عمي. بنتي وانتي ما رح تعدي؟ كلي قبل ما تروحي يا بنتي. ماشي. ها شي طيب. بنتي ما فاق ايان؟ لساته نايم. نايم؟ سمعتي نايم؟ اليوم الأحد، تركوه ينام. بالنسبة لإله كل الأيام عطلة، ولا أحد ما رح تفرق معه. رح تضل ورا ابني لحتى تزعجه، يا الله منك. معلش عمي، بعد ما أطبخ شوربة بتوصلني لبيت أهلي لزوره؟ إيه طبعاً بنتي بوصلة. ليش رح تعملي شوربة؟ هاي هني فيهم يعملوا، وأنت بتجهزي حالك. أنا عم بعملها كل يوم، ما فيني ارتاح يوم بالأسبوع؟ برجع بسرعة ما تاكليهم، أمي اتصلت قالت إنه صار لي زمان ما رحت. اسمعي بنتي ما في داعي ترجعي بسرعة، روحي وقضي وقت مع أمك قد ما بدك وتسلي عندهم كل اليوم، ولا تقلقي، رح أطلب من آيان يوصلك لتخلصي فطورك. السلام عليكم. وعليكم السلام. رح جيب لك شاي، تفضل اقعد. أمي أعطيني الشاي. يسلم. دقيقة، الفطور سخن كول بالأول بعدين الشاي. راح توصل منتهى على بيت أهلها وبعدين بترجع تشرب شاي. ليش؟ بتروح لحالها مثل روحة الشغل. هدول الشغلتين مختلفين مو مثل بعض. ليك أي بنت بتحب تروح لعند أهلها مع زوجها ليوصلها ويقعد عند أهلها شوي، فهمت؟ بتوصلها من تمساكي. انت عم تعمل لي مشكلة كبيرة. مشكلة؟ يعني انه مرتك مصيبة؟ عم تقضي الاسبوع وهي عم تهتم فيك وبتجهز لك اغراضك، اذا عم نطلب منك لتوصلها يوم واحد بتكون مصيبة؟ شو قصدك هي بتهتم؟ ما انا يلي عم بعمل كل شيء. بس اسمعيني يا بنتي، يلا روحي حضري حالك بسرعة. عمي رح نظف المطبخ بالاول. عجبتك تصرفاته؟ فيني افهم ليش عم تبهدل ابنك قدام مرته؟ مو حلو هالتصرفات. عم يقول مرته مشكلة، هاي هي نتائج تربيتك. لا تطولي لجهزي حالك. رفيقي ناطرني، رح وصلك بطريقي. طيب ما بدك تسلم؟ لا ما عندي وقت فاضي لأقعد وأتسلم على العالم. وقت فاضي؟ أيان ما بيصير، نحن ما منضيع وقت مع اللي بيحبونا. هلأ لا تعطيني محاضرة، أنت حكيتي بالموضوع أصلاً قدام أبي لحتى يقلي وصلك غصب عني ما؟ لا أيان مو هيك، أنت فهمت غلط. أهلي يعني كتير بريئة وأنا اللي عم بظلمها. شو هالبلوي؟ ماشي لا تاكل همي، رح أقول لأبي يجي هو ياخدني. عن جد؟ لا حتى أبي يتضايق مني أكتر؟ شو أعمل أيان؟ ما عم تخليني حاكي أبي ولا بتوصلني، شو الحل؟ كيف بدي روح فهمني؟ خلاص ولا كلمة، روحي بس لا تزعجيني وما تتوقعي أني ضل وصلك. مو أنا يلي بشتغل شوفير عندك، أنت مصيبة ووقعت على رأسي وهلأ صار لازم أوصلك كمان. ثانية ثانية تركي الموبايل هلأ واسمعيني، لازم نطبخ لهم على العشاء. قولي لمرت أخوكي تطبخ، هاي شغلتها. لأنه هي بدها تروح على بيت أهلها، لازم نحن نطبخ اليوم. ضروري تروح على بيت أهلها كل النهار؟ فيها تطبخ وتروح. هذا اللي بده يا أبي، ولازم نسمع كلمته. أوه كل هالتحضيرات مشان تروح على بيت حماك؟ ايه وشو دخلك انتي؟ كم مرة نبهتك ما تتدخلي؟ مو كنت تقول انك ما بتحب الرجال يلي بيسمعوا كلام نسوانهم؟ كنت تمسخر على ياسر وتقول عنه ما انه رجال. عم حذرك لا تقارنيني بياسر، فرق كبير بيني وبينه واضح للكل. ثانية اخي ما انه مثل ياسر، انا عم شوفه
ما شفتي أخي ياسر؟ هو ماشي ورا أليشبا طول النهار وبيعمل اللي بتقوله هي. أما أخي اشتهيت شوفه عم يعبرها لمنتهى ويحاكيها. رح يمشي وراها بعد فترة. عن جد؟ وكيف عرفتي؟ عم تتنبئي بالمستقبل؟ هيك أنا حاسة. أنا هون ولا ما شفتيني؟ خلاص اسكتوا، رح تشوفوا إني ما بتغير. ليش عم ضيع وقتي معكم ما بعرف. أختي منتهى كانت عم تسمع كل شيء. وشو يعني؟ ما كنا عم نكذب، عم نقول الحقيقة. لك شو عم تعملي؟ رح نوقع، لا تتحركي. آسفة ما كان قصدي، يمكن شالي علقة هيك على الأغلب. ما فيك تزبطي شالك؟ مالك فاضية، عادي منيح لكان. أيان؟ لك لا تتحركي، أنت شو عم تعملي؟ خلص عادي منيح. أيان أنا خايفة، حاسة حالي رح أوقع. ماشي ماشي، رح أوقف هلا على اليمين. تمسكي تمسكي تمسكي، وانتبهي على شالك. لا تخافي هلا رح واقف، اعملي اللي بدك اياه وظبطي شالي. هلا ظبطي ثيابك قد ما بدك. شو جاهزة؟ اي نمشي؟ شكراً لك. حاكيني لما بدك ترجعي لأخدك. لا ما في داعي تعذب حالك، أبي رح يرجعني على البيت. خلص لا تقلق علي وتشغل بالك فيني. أليشبا معلش لا ترمي الأغراض وين من كان. شبك ما رميت شي. هذا المكان مو للمنشفة. شو عم بصير معك ياسر؟ نحن هلأ رجعنا من المشوار، مو مهم إذا رمينا ولا رتبنا الأغراض. لا بتفرق كتير أليشبا، وأنا كل ما أجي برحلة شغل ببقى قاعد بهذا الأوتيل. كل يلي بيشتغلوا هون بيعرفوا قديش لي منظم بحياتي، وما بيعمري كركبت الغرفة تبعي هيك. زوجي العزيز هنن بيعرفوا انه هالمرة انت هون مع مرتك وانه مو بشغل، فلا تنزعج مني، انا بشيل عنك. بس بصراحة انا بحب الغرف تضل نظيفة ومرتبة، هيك بحس اني مرتاح. انت هلأ عم تحكي مثل اختي منتهى. برافو عليها، وحلو انها تفكر بهالطريقة، وبظن لازم تتعلمي منها. شو؟ لا تكون ندمان. بعد ما رحتي انتي واختك صار هالبيت فاضي علينا. ما انا شخص مسؤول ولا حتى مبالي، كل الوقت اكل همك وعم فكر. منتهى بنت ذكيه وغير اختها وبتتحمل المسؤوليه. تاخرتي لرجعتي. انا بعتذر منك، ما كان قصدي انه ضايق. بكفي انك بحياتي، في شي بضايق اكثر؟ بس انتي هلا متزوجه وزوجك له الاولويه بكل شي. منتهى قد المسؤوليه وكان لازم تتزوجها الي مو الي انا، غلطت لما تزوجتني الي. معقول انتي كيف بتحكي هذا الكلام؟ لأنه كان بدك تتزوج الأخت الصغيرة وتزوجت الكبيرة. شو ما بيكفي لتكون زعلان؟ أرخص شي بهالحياة هو الحب. لو كان الحب غالي ما كانت أليشبا رح ترفضني. مرد مرايا آنکھوں سے بہتے ہیں چھپ ہو زبان تو یہ دل سے کہتے ہیں کیسی الجھنے ہیں کیسی چھائی بے بسی خواب سارے ٹوٹے ٹوٹے روٹھی ہے خوشی قسمت نے ایسا غم دیا مجھ کو
ऐसा रंग दिया मुझको ऐसा दम दिया आँखों को जिसने नम दिया रब्बा रस्ता कोई दिखा सुनी मन की गलियां हैं दूर तक अंधेरा है इन पर आए